بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة هتكلم فيها عن فوز النادي الأهلي بثنائية على الاتحاد السكندري. المباراة خلصها النادي الأهلي في 13 دقيقة وبيوصل للنقطة 75 وبيقرب أكتر من درع الدوري عشان يبقى فاضله بس نقطتين. فوز نادي الزمالك على فيوتشر في مباراة المنافسة على المركز الثالث. فوز نادي الزمالك بين قوسين تحت رعاية جنش. وأخيرا طبعا هتكلم عن خسارة منتخبنا الأولمبي نهائي كأس أفريقيا تحت 23 سنة اللي كان بيتلعب في المغرب وبنلعب ضد المغرب في مباراة كان سهل جدا كأس البطولة يرجعوا بيه للقاهرة. عندنا كلام كتير في الحلقة، خليكم معايا ما تروحوش في أي حتة تانية. اهلا بكل اصحابي واخواتي من جديد، اللي اول مره بيشوفني معاكم اخوكم بندق. اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل حالا اشترك في القناه وفعل علامه الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي اول باول، وما ينساش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. ويلا بينا نتكلم في موضوع الحلقه. الاهلي بيفوز على الاتحاد السكندري 2-0 في ماتش خلصه في 13 دقيقه عشان يوصل للنقطه 75 عشان يبقى فاضل على الدرع مباراه القمه اللي جايه عايز منها نقطتين او خساره نادي بيراميدز قدام سيراميكا كليوباترا في الماتش اللي جاي بينهم، ويبقى كده الدوري رسمي في الجزيره. فسواء بيراميدز خسر ماتش سيراميكا او حتى كسب، كده كده ماتش القمه هيبقى بطوله تانية احنا عايزين بس نزودها تبقى احتفالا كمان ببطولة الدوري. في معطيات هتتغير، لو بيراميدز خسر هتخش مباراة القمة وانت بطل الدوري، هتقدر ان انت تستلم الدرع في الملعب بعد المباراة سواء ايا كان النتيجة ايه. في حاجات كتير ممكن تتغير لو خدنا الدوري قبل مباراة القمة، بس في كلتا الحالتين كده كده الدوري بنسبة 99.9 في الجزيرة. لما نيجي بقى نكلمكم عن ماتش الاتحاد والاهلي، مارسيل كولر داخل مباراة الاتحاد واكيد اكيد في دماغه ماتش القمة، عنده اجهاد، عنده اصابات، عنده 7 لاعبين اساسيين عندهم الانذار الثاني، يعني اي حد ياخد انذار مش هيلعب ماتش القمة. وطبعا ماتش القمة عارفين ان هو بيبقى ليه طابع تاني او بطوله تانيه عند الجماهير وعند المدير الفني، ماتش بيعلي من معنويات الفرقه، ماتش بيعلي من رصيد المدير الفني اللي بيقدر يفوز بيه، ماتش بيبقى ليه مكاسب كتير على الفرقه اللي بتكسب القمه، سواء معنويا سواء ماديا سواء جماهيريا. ففي دماغه ماتش القمه. طبعا بدا بالتشكيل الشناوي وهاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، ولعب في خط النص باليو ديانج والكندوسي ومحمد فخري اللي اول مره يبدا اساسي مع النادي الاهلي، وطبعا الشحات وكهربا وبرسيتاو. تشكيل اغلبه عناصر اساسيه، هو بس مفيش اختلاف غير كندوسي او محمد فخري، غير كده الاهلي بيلعب بتشكيلته الاساسيه، مش فارق معاه الغيابات، مش فارق معاه اي حاجه. ماتش الاهلي بيبدا بضغط عالي كالعاده اللي كان مش موجود في مباراه الاسماعيلي، ده الفرق اللي اختلف. لو لاحظنا حتى ان الجوان جت بدري عشان الاهلي داخل متحمس عايز يخلص الماتش بدري، عايز يخلص نفسه وياخد نقط المباراه من غير اجهاد، من غير دخول في تفاصيل كتيره تعقد له الدنيا في المرحله اللي جايه او تدخله ماتش القمه بمعنويات مش قد كده. فكان لازم مهم للنادي الاهلي ولاعيبته والجهاز الفني ان هم يكسبوا الماتش دوت عشان تبقى انت داخل مباراه القمه بمعنويات عاليه، عندك كل اللعيبه واقفه على رجليها، ما عندكش اصابات، ما عندكش ايقافات. فكان كل ده في دماغ اللعيبه وفي دماغ الجهاز الفني. فالاهلي بيبدا ضاغط كالعاده، بيقدر عن طريق مهاره حسين الشحات انه بياخد ضربه جزاء سليمه 100%، بيقدر علي معلول يتصدى ليها ويحرز الهدف الاول. بعديها الاهلي بيكمل ضغط وعن طريق رمي التماس من لعيبه نادي الاتحاد، محمد فخري بيضغط برسيتاو بانطلاقاته اللي متعودين عليها والفوقانه في الفترة الأخيرة، بيقدر برسيتاو يتحرك كويس جدا في المساحة اللي متسابة في خط دفاع نادي الاتحاد عشان يعرض الكورة الكهرباء اللي متمركز تمركز هجومي جيد جدا ويجيب الجون التاني. بعد كده الأهلي بيلعب ويضيع هجمات كتير وبيدلع شوية كالعادة. المهم ان الشوط الأول بيخلص 2-0، مارسيل كولر بيبدا الشوط الثاني ينزل مروان عطيه وخالد عبد الفتاح عشان خالد عبد الفتاح يلعب مكان علي معلول اللي استهلك كتير في الفتره الاخيره، وعارفين ان علي معلول اتكلمنا عليه كتير ان هو ملوش بديل في النادي الاهلي، فكان لازم يريحه منها، اداله شوط خد حساسيه المباراه وريحه عشان مباراه القمه اللي جايه، الماتش الاهم في المرحله اللي جايه، فكان لازم يريحه ولعب خالد عبد الفتاح اللي بيقدر يلعب باك شمال او باك يمين. وطبعا نزل مروان عطيه عشان يريح اليو ديانج برضو لنفس السبب، مش عايز اللعيبه تعاني من اجهاد
في الفترة اللي جاية، فلو عانت من إجهاد هتعاني من إصابات، فهو مارسيل كولر مش عايز كده، لأن الفترة ضيقة جدا اللي هيلعب فيها مباراة تكملة الدوري من المباراة المؤجلة. يعني كل فرق الدوري اللي ليه ماتش واللي ليه ماتشين، الأهلي ليه لسه 5 مباريات كمان، كان لازم اللي هو يدي أجزاء لبعض اللعيبة اللي بقالها فترة بتلعب. يعني من 3 4 مباريات لما حمدي فتحي خلاص ساب الأهلي، بقى الاعتماد على مروان واليو ديانج، فكان لازم يريح حد منهم ويلعب واحد شوط والتاني شوط. عندك علي معلول ما بيريحش خالص، فكان لازم برضو يريحه. طبعا الاهلي متقدم فرق هدفين، فبيعتمد ان هو عايز يخلص ال 45 دقيقة، عايز يخلص الوقت ويريح، عايز ياخد راحة مادام كده كده الفرق هدفين، فتحس ان النتيجه مطمنه اللعيبه ومطمنه الجهاز الفني. الماتش بيمشي سجال عادي بين الفرقتين، في هجمات خطيره بتروح لنادي الاتحاد، في هجمات للنادي الاهلي عادي. مع الوقت برضو بينزل بقيه التغييرات، بيطلع محمد فخري وينزل قفشه عشان يمسك كوره شويه، بيطلع يريح حسين الشحات وينزل طاهر محمد طاهر، ودي كانت تغييرات مارسيل كولر. اللي بعد الماتش شفنا اللقطه الاشهر وهم بيشيلوه، طبعا كل الناس فاكره ان هو بيتشال عشان احتفالا بالدوري بدري، لا، الاهلي ما بيحتفلش قبل ما بياخد البطوله، الاهلي بيحتفل مع صفاره النهايه وبيحتفل لما بيبقى رسمي خد البطوله. اللقطه ديت لان كان مارسيل كولر وعد اللعيبه ان هم ياخدوا راحه من التدريبات يوم، فقال لهم اكسبوا ماتش الاتحاد وخدوا 24 ساعه راحه. عشان كده لما حكم المباراه محمد معروف صفر بنهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي، نده كل اللعيبه، ونده اللعيبه حتى الاحتياطي، ونده اللعيبه اللي في المدرجات، واجتمع بيهم وقال لهم انتوا كنتوا طالبين مني 24 ساعه راحه من التدريبات او يوم اجازه يعني، فانا مني مديكوا 48 ساعه. يعني مارسيل كولر زود مكافاه الراحه ليوم كمان، فده كان طبعا اللعيبه فرحانه جدا ان هي هتقعد في بيتها مثلا يومين مع اهلها، يومين هتقدر تريح من التمرينات شويه، لان عارفين الموسم طويل واجهاد وسفر ولعب بره وجوه ولعب في بلاد مختلفه، فكان لازم ان هم ياخدوا راحه شويه قبل كمان استرس مباراه القمه، وقبل الضغط اللي هيبقى عليهم لانه هيبقى في معسكر مغلق، فكان لازم يعني يديهم نفحه معنويه، يديهم مكافأة كده، زي اللعيبة بتفرح بمكافأة الراحة أكتر من الفلوس. عشان كده اللعيبة اتلمت عليه وشالته واحتفلت بالأجازة أكتر ما بتحتفل بالفوز. طبعا ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، الدوري خلاص بيقرب، فاضل على الحلو تكتين، هم نقطتين هناخدهم من أي ماتش. ألف مبروك للعيبة الرجالة اللي دخلت كل بطولة كانت قدها وما قصرتش بنقطة عرق، كل اللعيبة ما قصرتش بنقطة عرق ان هي تخدم مصلحة النادي الاهلي. الف مبروك لمجلس الادارة. طبعا زي ما قلت لكم الاهلي خلص المباراة اصلا في 13 دقيقة. كده خلصت كلامي عن مباراة الاهلي والاتحاد اللي فاز بيها الاهلي بثنائية معلول وكهربا. نتكلم بقى عن الريمونتادا اللي عملها نادي الزمالك على نادي فيوتشر وعلي ماهر. مبدئيا العقدة مترسخة بين الزمالك وفيوتشر، الزمالك في اي وضع وفي اي احوال بيكسب فيوتشر، واللي انتوا مش ملاحظينه ان المرة دي زي مرات كتيرة برعاية محمود جنش، النهاردة في مش هنقدر نقول غلطات، لان جنش مفروض انه حارس دولي، مفروض انه هو حارس كبير، مش هنقول غلطات. مش عارف اتكلم على جنش عشان انا شايفه جون كويس، جنش عنده انفعالات وعنده هيبرة شوية، بس من الحراس الكويسين. لما انت تيجي في جونين زيزو بالذات ما يبقاش ليك حتى تراي عليهم، يعني الموضوع صعب. لما نيجي نتكلم على المباراه، اوزيريو بدا التشكيل بصبحي وقدامه الثلاثة اللي استقر عليهم في الفتره الاخيره، المسلوسي ليبرو وعلى اليمين فاتح زي ما قلنا، وعلى اليمين فاتح قوي الزناري، وعلى الشمال محمد عبد الغني، وثنائي نص الملعب كان رؤى وعمر السيسي، وبيلعب على الشمال وكان بيلعب على الشمال زيزو، وعلى اليمين سيد عبد الله، والثلاثه اللي قدام سيف جعفر على الشمال وناصر منسي مهاجم وبيبدلوا مع بعض، وعلى اليمين نضاي. المباراه لما بدات لعيبه فيوتشر عندها جوده كويسه، لعيبه كلها اغلبها اهلي وزمالك، يعني لو جينا حصرنا كل اللعيبه هنلاقي لاعبين ولا ثلاثه اللي ما لعبوش اهلي وزمالك، لكن الفرقه كلها اهلي وزمالك. لعيبة عندها خبرات، لعيبة مهارية، لعيبة بتعرف تقف على الكورة، لعيبة عندها فروق فردية في الملعب، وده اللي ظهر. ولما جينا اتكلمنا عن خطة اوزيريو اللي بيلعبها مع نادي الزمالك،
مفيده جدا هجوميا وبتضره قوي 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 دفاعيا. اي حد هيهاجم الزمالك هيبقى واحد على واحد دي سهله، اتنين على واحد سهله، تلاته على اتنين سهله، وده اللي حصل. شفنا سيل هجمات من فيوتشر عن طريق احمد رفعت وعن طريق عمر كمال عبد الواحد ومن النص ناصر ماهر وانطلاقات احمد عاطف وجوناثان كمان الباك الشمال كان بيتقدم مع احمد رفعت، هجوم من كل حته. واصفر الهجوم ده عن ايه؟ عدم ارتداد الاجنحه بتاعت الزمالك، ادت حريه اكتر ان لعيبه فيوتشر تتقدم عليهم. كانت العواقب بعد ركنيات كتيره وبعد ضغط كبير من نادي فيوتشر بيقدر ناصر ماهر ان هو من تسديده من بره ال 18 بتغلط محمد صبحي وبتخبط في ايده وتخش ويحرز الهدف الاول. علي ماهر بيكمل ضغط عشان الكوره برده من اسيست ناصر ماهر يقدر احمد عاطف بين اتنين لعيبه، يعني ده اللي انا مستغرب له بقى، اتنين لعيبه بقيمه حمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني بيقدر احمد عاطف يخبط الكرة ما بينهم وبيحاول ان هو يراوغهم، الكرة بتكمل معاه. المشكلة هنا بقى في محمد عبد الغني، باع نفسه بدري عشان ينفرد احمد عاطف ويحرز الهدف الثاني من تحت رجلين محمد صبحي. بعد كده الزمالك بيمسك كرة، لعيبة فيوتشر بتتراخى شوية، النتيجة مطمناها برضو، فبيقدر بقى السلاح الفعال لأوزوريو اللي هو ايه خطته الهجومية والعشوائية، ان عنده 7 لعيبة بيهاجموا نص الملعب بالثلاثه اللي قدام كلهم بيهاجموا مع رجوع فيوتشر وعلي ماهر، فبيقدر زيزو عن طريق كوره من قدام ال 18 بيشوطها بليسنج في البعيده، يعني جنش اصلا بعيد كل البعد عن الكوره، يعني الكوره اصلا مش هقول متسدده قويه او صاروخيه، لا الكوره ملفوفه كويس. طبعا جنش متقدم وبيعمل محاوله ان هو بيصدها عشان زيزو يجيبوا الجون الاول. الزمالك بيكمل ضغط عن طريق كمان جماهيره اللي ما سكتتش حتى رغم خسارتها 2-0. جنش برده مش عارف، يعني 3 جوان جنش يعني مش مستحيل مستحيل، يعني ركنيه بيحطها في قلب ال 18 وبيقع. ناصر منسي اقسم بالله حاططها اي حاجه، بتخبط في رجلين اللعيبه وبتخش عشان يبقى الشوط الاول ينتهي 2-2. زوريو بقى بيعمل تغييرات وبينزل شيكابالا وبينزل عمر جابر وبينزل فتوح، لعيبه بقى نص ملعب تمسك له كوره وتطلع هجمات. وكان هنا برضو فتوح كلمه السر كالعاده، الخطه اللي ما بتنفعش من غيره. الشوط الاول كله الزمالك، الشوط الاول كله الزمالك يعتبر ما مسكش كوره في نص الملعب، كان كلها عن طريق كور طويله او كور على الجنب بيلعب على الاجناب، لكن من نص الملعب فتوح هنا كلمة السر. بيجي فاول للزمالك متطرفة شوية كده ناحية الشمال بعيدة عن ال 18، فاول على بعد مثلا مترين عن خط ال 18 ومتطرفة قوي ناحية الشمال. الطبيعي ان انت بتمسك ان انت بتوقف الحيطة، طبيعي جلنش بيوقف الحيطة وبيقف في نص الجون لانه استحالة هتتلعب له في البعيدة او في زاويته، فهو بيوسط لنفسه ما بيروحش قوي ناحية العرض. يا ريت بقى جلنش راح حتى عمل عليها محاولة، جنش الكرة بتتلعب في المرمى وهو طالع يقفل العرضية، مش عارف هو كان في كرة تانية بقى، تحس ان جنش كان في شمس في حاجة مأثرة عليه. الكرة بتتلعب في الجون وكل الناس شايفاها، لعيبة فيوتشر نفسها شايفاها ان هي رايحة الجون، ومع ذلك جنش راح ياخد الكرة العرضية، مش عارف بقى راح يمسك الهوا. المهم ان جنش عمل الصح والفوق المظبوط ان هو يكسب نادي الزمالك عشان حتى يبقوا داخلين ماتش القمه بمعنويات مرتفعه، لان طبعا لو الزمالك كان اتعادل او اتغلب كان كل اسهم الانتقادات او الجمهور هيحس ان هو خايف من الماتش اللي جاي، وخصوصا الاهلي اليومين دول في اعلى مستوياته، فهو حب يطمن الجمهور، حب يرفع معنويات اللعيبه، وبيخسر فرقته المركز الثالث عشان يبقى الزمالك في المركز الثالث. وبعد كده اصلا الماتش الزمالك بيستحوذ بقى ونزل اللعيبه اللي بتمسك كوره زي شيكابالا ونزل ايشو ونزل علي ياسر وطلع الجزيري، ومع شغل احمد فتوح مع صمام الامان الثلاثه اللي ورا اللي ما تهاجموش الشوط الثاني اصلا. الماتش بيخلص بفوز نادي الزمالك 3-2. الف مبروك لجماهير نادي الزمالك اللي ما بطلتش تشجيع في المدرجات. كده الاهلي والزمالك داخلين مباراه القمه منتشيين بالفوز، الاهلي فاز على الاتحاد والزمالك فاز على فيوتشر. ان شاء الله نتمنى نشوف ماتش جاي ماتش قمه على حق، ماتش بين كبيرين الكره المصريه، ونتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في المباراه. نيجي بقى نتكلم عن اهم حاجه حصلت اليوم ده واللي نكدت علينا اصلا، يعني بعد فوز الاهلي وبعد فوز الزمالك لازم المنتخب ينكد على كل جماهير الكره المصريه. انا مش زعلان من الخساره ولا خساره اللقب، اللعيبه دي عملت اللي عليها،
اللعيبه ديت صعدت اولمبياد، اللعيبه دي بتلاعب صاحب الارض وسط جمهوره اللي زعلان عليه مستوى المنتخب المغربي. يعني قال لو شايف قدامي منتخب قوي اقول لك اه ده وسط جمهوره واحسن مني ومعاه معنويات، لكن كله هو لعيب واحد بس اللي بيعمل كل حاجه، الزلزولي. من غير الزلزولي يتمحي منتخب المغرب الاولمبي. اولا الماتش بيبدا، مصر هي اللي بتهاجم، مصر اللي ماسكه الكوره، مصر هي اللي بتهدف عن طريق محمود شحاته، مصر اللي ليها فرص. تيجي غلطه من محمود شحاته بيرجعها الفار عشان يطرد محمود شحاته من اهم عناصر المنتخب الهجوميه. الفكره كمان انه مش طرد واحد من اهم الاسلحه الهجوميه، سرعاته وعنده تصويب وعنده كل حاجه. الفكره مش في كده بس، الفكره كمان ان انت هتلعب ناقص من الدقيقه 15، بتلعب منتخب المغرب وسط جمهوره وناقص واحد. طبعا مع الضغط وتوتر لاعبتنا حتى من الطرد الكوره كانت ممكن تطلع بكل سهوله اوت. غلطه من باك الشمال المنتخب حاتم سكر اللي كانوا بيلعبوا تحت ضغط رهيب وتحت توتر، بتتعرض الكوره بتعدي كل مدافعين منتخب مصر وحتى حمزه علاء ما يقدرش يطلع يعمل عليها محاوله عشان المغرب تجيب هدف التعادل. المغرب مش قادره، بس منتخب مصر عمل بيعمل مجهود زياده مع الوقت، البدني بتاعه قل. الحمد لله منتخب مصر قدر يطلع الماتش 1-1 عشان نطلع للوقت الاضافي. بدا الحكم الكيني صفارته تتحول شويه وبدا يجمل لمنتخب المغرب فاولات على حدود ال 18، بدا يخدمهم عن طريق فاول. طبعا يعني الفاول ما فيهوش فاول اصلا، زي فاولات كتير كان برضو اتحسبت وما فيهاش اي حاجه، عن طريق ضربه ثابته الكره بتغلط حمزه علاء اللي عمل مجهود جبار في البطوله. حتى في المباراه ديت شال كوره ما تتشالش، بس ما كانش فيه توفيق في الكوره ديت عشان تغلطه برضو عشان منتخب المغرب يجيب الجون الثاني ويبقى جون فوز بالبطوله اللي منتخب المغرب ما يستحقهاش بكل امانه. هو الف مبروك ليهم طبعا لكن ما يستحقوش البطوله، حتى هم طالعين في الماتش اللي هو قبل النهائي بضربات الجزاء. منتخب مش قوي، منتخب على ارضه مش ما عندوش جماليات الكوره، ما عندوش فنيات، هو كل واحد عنده مهاره فرديه بيستخدمها سيلفي زي ما بيقولوا. لكن ان انت مثلا عندك منتخب جماعي زي منتخب مصر بيقدر عنده تحولات هجوميه، عنده تحولات بالكوره من نص الملعب للهجوم للاطراف، في فكره بتتعمل مفيش، هو كله بيلعب على الضغط الجماهيري اللي هو مستغله بس في البطوله. لكن منتخبنا منتخب رجاله، قدرنا نوصل للمره الثانيه على التوالي لاولمبياد، هنلعب في اولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. قدر المنتخب المصري يفرض سيطرته على القاره الافريقيه او العرب للمره ال 13 بنصعد للاولمبياد. اكبر دليل اصلا ان احنا نستحق البطوله ان احسن لاعب في البطوله ابراهيم عادل من مصر، واحسن حارس مرمى حمزه علاء من مصر. يعني انت عندك احسن لاعب وعندك احسن حارس، طبيعي ان كانت البطوله، بس هي ظروف مباراه وجيل المنتخب الاولمبي جيل رجاله، جيل عنده مسؤوليه، اللعيبه كلها مش فرحانه حتى وهي بتاخد تستلم الجوائز بتاعتها، حاسين بالمسؤوليه، كان نفسهم يفرحوا الشعب المصري، لكن هي ظروف مباراه، بتلعب صاحب الارض وسط جمهوره، بتلعب من الدقيقه 15 ناقص لاعب، مجهود بدني عليك زياده، في توتر بقى، في اجهاد، في حاجات اتلخبطت في تكتيك روجيه ميكالي. لكن على مجمل البطوله هارد لك، وكانوا رجاله وقدروا يفرحونا، عملوا خطوه والخطوه الثانيه ما توفقوش فيها. نتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه والتوفيق لكل منتخبات مصر ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ولحد هنا انا خلصت كلامي، اللي وصل معايا لحد هنا انا بشكره شكرا جزيلا، شكرا على الدعم وشكرا على المتابعه. واللي لسه ما اشتركش في القناه اتمنى ينزل يشترك في القناه ويفعل علامه الجرس عشان يوصله كل فيديوهاتي اول باول. ما ينساش لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. استنوني في فيديو جديد، سلام.